والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا نادينا، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفق مؤشراته ليبلغ 38.6% في أبريل الماضي مقابل 39.5% في مارس. وأوضح البنك المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.7% في أبريل الماضي مقابل 2.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 2.5% في مارس. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامنا مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. وشدد المركز على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، وسددها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية. هذا وأشار المركز إلى شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين. افتتح محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، يرافقه رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة، افتتحا موسم حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر. وخلال الافتتاح أكد محافظ القليوبية انتظام أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لصوامع وشوان المحافظة، موضحا أنه تم حصاد 38,440 فدان قمح حتى الآن، من إجمالي الساحة أو المساحة المنزرعة بالقمح والتي تصل إلى 40,841 فدانا على مستوى المحافظة. من جانبه أكد رئيس جامعة بنها أهمية المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع. أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن إجمالي ما تم تورده من قمح محلي بجميع المواقع التخزينية قد بلغ نحو 35,000 طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح في 27 من أبريل الماضي حتى الآن. جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح بصومات الكينج ماريوت التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، التي تبلغ سعتها التخزينية 60,000 طن والمكونة من 12 خلية، سعة كل خلية حوالي 5,000 طن. أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات تجاوزت نحو 2,800,000,000,000 جنيه، ربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,136,000,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 17,494 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 3,049 نقطة. وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 4,640 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بعد أن أثارت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف من
من ضعف الطلب، وأشارت بيانات التضخم إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى مرتفع. انخفض سعر خام برنت بنسبة 7% ليصل إلى 76.84 دولار. كما نزل خام غرب تكساس بنسبة 9% مسجلا نحو 73.02 دولار. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 56% لتصل إلى $2.37 للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.57% لتسجل نحو $2.18 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت شركة لاستشارات عالمية عن أن شركات الشرق الأوسط جمعت ما يقرب من 16% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في الربع الأول مع استمرار قوة الدفع في المنطقة من عام 2022. جمعت الشركات في المنطقة نحو 3.4 مليار دولار في الربع الأول من 10 اكتتابات عامة. شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 33% في عدد الاكتتابات الأولية وتراجعا بنسبة 14% في القيمة في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك.